بعد انتشار فيديو تحت عنوان حقي في الحياة بيسلط الضوء على جزء من يوميات شاب من ذوي الإعاقة الجسدية، صور الشاب محمد الدادا شريط فيديو تاني بيتضمن تفاصيل رحلته من صيدا للكولا فوسط بيروت ومعاناته مع النقل العام بمبادرة فردية للتوعية على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الإضاءة على أهم مواد القانون 220 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين غير المطبقة.